مجموعة الأشواط في سباقي هذا اليوم، والشوط الخامس عشر يحمل في كشوفاته الإبكار الإذاع اليوم، سن الإذاع وسن الإبداع في هذا المهرجان السنوي الكبير. نسير في هذا الشوط، نسير مع مقدمتي هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول، مع وجود عالية عالية في مقدمتي هذا الشوط، المملوك لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابعه في عملية التضمير. ننتقل مع المركز الثاني، وصلت المركز الثاني وجود شواهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير الاكتبي من يتابعه في عملية التضمير. ننتقل الآن مع المركز الثالث، الوصول مع المركز الثالث من قبل الذيبة لهجن الرئاسة وعملية التضمير مع السيد أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. نقلتنا الآن مع المركز الرابع، الوصول من قبل طواري لسمو الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وعملية التضمير مع السيد حمد بن محمد الدهن مع المركز الرابع. ننتقل الآن مع المركز الخامس وصلت الآن الوجبة لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وعملية التضمير مع السيد حمد بن علي بن حسين الجرحب مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى. نداءنا الأول بهذا الشوط، بهذه الأسماء، بهذه الشعرات التي أيضا تلتقي في هذا الميدان، ميدان التحدي بهذا المهرجان الذي يجمع عمالقة المضمرين، يجمع أيضا وعمالقة المحلقين بهذا الميدان، ميدان التحدي. نعود مرة أخرى إلى مقدمة هذا الشوط، نعود مع المركز الأول، نعود مع تحدي مقدمة هذا الشوط. بدأ التغيير في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط، مع التسلل الناعم والتسلل الملموس من قبل الوجبة. الله الوجبة بدأت ترقص على أرضية ميدانها، الوجبة لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وسيد علي بن حمد بن حسين الجرحب يتابعها في عملية التضمير في هذه اللحظات. بينما ننتقل مع المركز الثاني، الوصول مع المركز الثاني والتسلل من قبل في هذه اللحظات، وصلت الآن القادمة في هذه اللحظات القادمة اللي هي وصلت الآن الحكلة في هذه اللحظات. تسللت إلى مقدمة هذا الشوط المملوك لهجن الشحانية سالم بن فاران المري في عملية التضمير. ننتقل الآن مع المركز الثاني بدأ الدخول في هذه اللحظات، بدأ التسلل، وصلت سباير لهجن الشحانية عملية التضمير مع السيد حمد بن علي بن حلفان المري. ننتقل الآن مع المركز الثالث، والوصول مع المركز الثالث من قبل المتحدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وخالد بن مر بن سعيد بن حلوة من يتابعها في عملية التضمير. نقل مع المركز الثالث، وجود المركز الثالث في هذه اللحظات مع وجود عالية المملوكة لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل مع مصورة العزيز مع المركز الرابع بدأ التسلل الملموس والدخول من قبل زعفران السمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي. وصل في هذه اللحظات الجند المال يبحث عن تسجيل نقطة ثالثة في هذا اليوم. بينما المركز الخامس، نعود في هذه اللحظات مع المركز الخامس مع وجود اللي هي سباي الهجنة الشحانية حمد بن علي بن حلفان المري من يتابعها في عملية التضمير. هذه نتيجتنا، نداءنا الثاني بهذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول، نعود مع المتحدة. الله المتحدة اللي تقود هذه الكوكبة من الإبكار بهذا الشوط، وحاملة شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم خالد بن مر بن سعيد بن حلوة
واحد من شبابنا المضمرين خالد بن سعيد بن حلوة الاكتبي من يتابع المتحدة اللي محتلة المركز الأول قطعنا 4 كيلو مترات في هذه اللحظات والكيلو وين الصعيدين ولكن ننتقل مع المركز الثاني شوف اللي وصلت الله يا زحفرانة وصلت زحفرانة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايد المزروعي من يتابع زحفرانة مع المركز الثاني في هذه اللحظات بينما ننتقل مع مصور العزيز إلى المركز الثالث شوف الوصول اللي ضمت لينا شقراء وصلت شقراء في هذه اللحظات المملوك لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية وصل بو خالد مع شقراء في المركز الرابع ولكن اشوف القدوم في هذه اللحظات من قبل عالية 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 وتبحث عن المكان العالي عالية المملوكة لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يضم العالية اللي محتلة المركز الرابع في هذه اللحظات بينما المركز الخامس وجود سباير سباير في المركز الخامس المملوك لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان المري من يتابعها في عملية التضمير بدأت في هذه اللحظات حرارة الشوط ترتفع ما شاء الله ولكن نعود إلى مقدمة الشوط نعود مع المركز الأول 1200 يا شباب المضمرين بقيادة المركز الأول لا زالت المتحدة الله يا المتحدة محتلة مقدمة هذا الشوط مسيطرة بالمركز الأول أهالي زحبين يطالبونك بالسلام يا مضمر يا مضمر المتحدة اللي محتلة مقدمة الشوط خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي الله 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 بدأت تحتل المركز الأول بدأت في هذه اللحظات تصنع الفارق بمقدمة الشوط الله انطلقت المتحدة سلالة المتحد ما شاء الله تبارك الله بينما المركز الثاني الوصول اللي وصلت إسرابه لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يضمر إسرابه محتل المركز الثاني والغدوم أيضا مع المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات انضمت لينا وسام لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ولكن جولة الأوامر 500 متر الأخيرة المتحدة سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وسلام للسيد خالد بن مر بن حلوة الاكتبي اللي ولكن اللحظات الأخيرة الموقع وين 300 متر الأخيرة وشوف اللي واصل اسرابه ولا المتحدة اسرابه ولا المتحدة 200 متر الأخيرة الله يسرابه تسربت اسرابه سلام يا دولة الإمارات العربية المتحدة سلام الهجن الرئاسة سلام على هذا التألق في هذا اليوم تهانينا إلى أبو الجمايل علي بن جميل الوهيبي هو من يتابع سرابه اللي ظافر المضمرين لحظات الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني أتتنا أيضا في اللحظات الأخيرة تلت المركز الثاني وسام لهجن الشحانية والمركز الثالث المتحدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوب والمركز الرابع تصل فيه الآن اللي زعفرانة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والمركز الخامس تصل فيه الآن اللي هي أغذيه ولهجن الرئاسة تهانينا ألف مبروك لكل الفائزين نعود بكم بالتوقيت الزمني توقيت سرابة اللي قطعت مسافة 6 كيلومترات لحظات والإعادة وفي الإعادة الإفادة فاجأتنا في الكيلو المتر الأخير بشعار هجن الرئاسة اللي تألق بهذا اليوم وكعوايدة دائما نقلت السلامات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة المبروك على هذا التألق 9 دقائق 15 ثانية و7 أجزاء من الثانية تهانينا إلى وافد المضمرين علي بن جميل الوهيبي المركز الثاني وصلتنا الآن وسام لهجن الشحانية تهانينا والمبروك تهانينا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي قطعت المسافة في 9 دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية المركز الثالث وصلت فيه الآن اللي المتحدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تهانينا خالد بن المر بن حلوة الاكتبي قطعت مسافة في 9 دقائق 18 ثانية و4 أجزاء من الثانية تهانينا لجميع الفائزين والناموس